بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في نشاط للرياح على بعض المناطق وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ميرنا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. طمنينا عن أخبار الطقس النهاردة. هي طبعا الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. أغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى. الكتل دي معتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها، فعشان كده درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وتحديدا فترة الظهيرة بتتراوح ما بين 33-34 درجة مئوية. عشان كده احساسنا بالطقس خلال فترة النهار بيكون طقس حر على المناطق الكبرى، نتكلم على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، وتحديدا في فترة الظهيرة، خاصة كمان ان احنا ممكن نحس بوجود بعض نسب الرطوبة مع هدوء سرعة الرياح. لكن مع دخولنا في فترات الليل وغياب أشعة الشمس يحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر في ساعات الليل المتأخر، فترة الصباح الباكر الصغرى فترة الليل بدأت تنخفض ونسجل درجات حرارة ما بين 23-24 درجة مئوية خلال فترة الليل على المناطق الشمالية. أجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات المغرب وأيضا في فترات الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح بيقلل نوعا ما إحساسنا بوجود نسب رطوبة في الجو، بيلطف الأجواء بشكل كبير، وهو اللي بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة فترة الليل. كمان مستمر معانا الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، هي تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا نقول تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تدريجيا تتحسن على أغلب الطرق. يمكن الحمد لله الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع كمان هتظل مستقرة في معظم المحافظات، ودرجات الحرارة ما فيهاش أي ارتفاعات، يعني هتتراوح ما بين 33-34 عظمى على القاهرة الكبرى. طيب يا دكتور، يعني بالنسبة للمناطق اللي هتنشط فيها الرياح هتكون يعني أنهي مناطق؟ هو طبعا بعض المناطق من القاهرة الكبرى خلال فترة المساء، بعض المناطق من السواحل الشمالية جنوب سيناء، بعض المناطق من شمال الصعيد، المناطق دي كلها اللي معرضة لنشاط الرياح، لكن ايضا سرعات الرياح مش مرتفعه، يعني سرعات الرياح بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعه، يعني مش نشطه بالشكل الكبير. بس احساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو او بتقلل احساسنا بدرجات الحراره غير مثيره لاي رمال واسع. طب يا دكتور، درجات الحراره هتفضل منخفضه بالليل ولا هتكون يعني في الصباح الباكر بس؟ هي طبعا درجات الحرارة احنا بنحس بانخفاضها في فترة الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر اول ساعات الليل بتكون لسه درجات الحرارة يعني ما انخفضتش بالشكل الكبير، يعني فترة المساء وساعات الليل الاولى بتبقى درجات الحرارة لسه مرتفعة او نقدر نقول ما انخفضتش بالشكل الكبير، لكن الانخفاض الملموس والملحوظ بيكون فترات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. ويمكن احنا كمان خلال الايام المقبلة ان شاء الله مع نهاية شهر 9 وبداية شهر 10 هنبدأ نشعر بالفرق بين فترة النهار وفترة الليل، نحس ان درجات الحرارة بدأت تبقى فيها فرق كبير من فترات النهار وفترات الليل، هنبدأ كمان نشعر في مع شهر 10 ان شاء الله سنة البرودة خلال فترات الليل المتأخر او فترة الصباح الباكر، فهتظل درجات الحرارة خلال فترات الليل خلال الايام اللي جاية ان شاء الله كمان منخفضة. ان شاء الله يا دكتور. نشكر الدكتورة منارة غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. خلونا نبدأ بالقاهرة العظمى، هتسجل 34 درجة والصغرى 25، العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 25. أما بالنسبة للإسكندرية فالعظمى 31 درجة الصغرى 24، العلمين الجديدة 31-24، مطروح 30-21، ودمياط 32-25.
أما عن بورسعيد فالعظمى هتسجل 25 درجة والعظمى هتسجل 32 درجة والصغرى 25، الإسماعيلية 35-22. أما بالنسبة للسويس فالعظمى 34 درجة والصغرى 24، العريش 32-23. أما بالنسبة لسانت كاترين فالعظمى هتسجل 31 درجة والصغرى 15، طابة 32-25. أما بالنسبة لحلايب فالعظمى هتسجل 33 درجة والصغرى 28. شلاتين هتكون العظمى 36 درجة والصغرى 28، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 37-27. أما عن الفيوم فدرجة الحرارة العظمى هتسجل 35 درجة والصغرى 24، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 38-22، أسيوط 35-23. أما عن سوهاج فالعظمى هتسجل 36 درجة والصغرى 24، إنا 38-26، الأقصر 39-27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28. خلونا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة مع باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ميرنا.